عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن ابنه الجزائر عبله، وهي بتحتفل بفوز الاتحاد السعودي، وكمان هي لفتت نظر الجميع باخدانها واحتفالها بالعلم الجزائري وكمان جمالها الجزائري الملفت للجميع اللي تحدثت عنه اهل السعوديه قبل كده، وقالوا ان جمالها الجزائري جميل جدا ما شاء الله عليه. رفت فعلا بنات بلدها، يا رب دايما بالتوفيق ليها ولينا جميعا يا رب العالمين، ويا رب ان شاء الله ينصر اهل فلسطين، ويا رب يحقق لكل واحد اللي بيتمناه، اللهم امين. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.